بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، برحمة منك يا عزيز يا خلاق. اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، وأعوذ بك أن أذل في عزك، وأعوذ بك أن أضام في سلطانك أو أضطهد في ملكك، والأمر والحكم بيدك، لا إله إلا أنت. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعزاء والأوفياء في كل مكان، ومع حلقة جديدة اليوم أقدم لكم فيها إن شاء الله فائدة عظيمة إذا داومت عليها في شهر رمضان. خلصك الله سبحانه وتعالى من الفقر، وقضى عنك الديون، ووسع رزقك حتى تتعجب. فإذا كنت تعاني من ضيق الرزق أو كثرة الديون، فعليك بهذه الفائدة العجيبة الأثر، تقوم بها على الأقل لمدة 15 يوما في شهر رمضان، ولمن شاء أن يداومها حتى نهاية هذا الشهر، يعني أكثر من 15 يوما، فزيادة خير وبركة، وتكون بإذن الله تعالى أقوى وأسرع في الأثر والتجليات. وقتها يمتد من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل أذان الفجر، يعني ما بين صلاة العشاء إلى أذان الفجر، تختار أي وقت تكون مرتاحا فيه وأكثر تركيزا وتقوم بها. ومن الأفضل أن تحافظ على نفس التوقيت، فمثلا أول يوم صليتها في الثالثة صباحا، حاول أن تحتفظ بنفس هذه الوقت طوال المدة التي ستقوم بها. إذن على بركة الله سأشرح لكم الطريقة، وهي كالآتي: تصلي لله يومياً 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة مرة واحدة، ثم بعدها سورة الضحى 3 مرات، ثم تقوم للركعة الثانية تقرأ سورة الفاتحة مرة واحدة وبعدها سورة الشرح 3 مرات، ثم تسلم وتقوم للركعتين الأخيرتين، تقرأ في الركعة الثالثة سورة الفاتحة مرة واحدة، ثم بعدها سورة القدر 3 مرات، ثم تقوم للركعة الرابعة تقرأ بسورة الفاتحة مرة واحدة، ثم بعدها تقرأ سورة الكوثر 3 مرات، ثم التشهد والسلام. بعد التشهد والسلام تبقى جالسا على سجادتك، يعني مستقبلا القبلة، وتأخذ مصحفك وتقرأ سورة الواقعة مرة واحدة. بعد أن تنتهي من قراءة السورة تستغفر بصيغة أستغفر الله العظيم 100 مرة، ثم تصلي على سيدنا رسول الله بأي صيغة شئت 100 مرة، ثم بعدها تقول يا ديان السماوات والأرض 111 مرة بدون زيادة أو نقصان، ثم بعدها تذكر يا ذا الجلال والإكرام 111 مرة أيضا. بعد أن تنتهي من هذا ترفع كفيك لله ثم تدعوه سبحانه بما شئت، تختم مجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله بأي صيغة شئت مرة واحدة، ثم تقوم من مجلسك. فوالله أنك سترى عجيب جبر الله بهذه الفائدة إذا قمت بها بيقين تام وبصدق توجه لله تعالى دون أدنى شك في استجابته سبحانه. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم متابعتكم ووفاءكم وإخلاصكم للقناة، ألقاكم على خير وهدى ورحمة في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.